أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد الفتح بالمعادي بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونحن في هذه الأيام الكريمة الطيبة المباركة، أيام شهر رجب المحرم، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وفي شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان بخير وأمن وأمان وسلام. أيها الأحبة، موضوع لقائنا اليوم موضوع نحن في مسيس الحاجة إليه وإلى أن نتحلى به، إنه يدور حول التفاؤل والأمل. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك عندما قال بشروا ولا تنفروا، وجعل صلى الله عليه وسلم الابتسامة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فلماذا نحمل هم الرزق وهم كذا وكذا وكذا ونحن من صنع الله عز وجل، ونحن من خلق الله سبحانه وتعالى؟ إن لنا ربا سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. أيها الأحبة، حسناً تفعل وزارة الأوقاف، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والحمد على أن من الله علينا وعادت مساجدنا لتؤدي رسالتها على أكمل وجه. فها هي مساجد مصر عامرة بالصلاة، عامرة بتلاوة القرآن وبمقارئ القرآن العامة والنموذجية. ها هي مساجد مصر عامرة بحلقات العلم، بمجالس الحديث، بمجالس الفقه. ها هي مساجد مصر عامرة بكافة الأنشطة الاجتماعية. عادت مساجدنا في هذه الأيام لتؤدي رسالتها على أكمل وجه. أيها الأحبة، معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك قارئاً فضيلة القارئ الشيخ صبري متولي، ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ محمود عوض. أما من السادة العلماء الأجلاء الأفاضل، فمعنا فضيلة العالم الجليل أحد قادة ومفكري وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور خالد
صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور المتحدث الكاتب فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والحقيقة يرتقي كثيرا من المناصب، ولكننا نكتفي بأنه عضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور ياسر معروف خليل مدير أوقاف المعادي، وفضيلة الدكتور محمد السيد حسين المفتش بأوقاف المعادي، وفضيلة الدكتور عبد الرحمن رضا علي إمام وخطيب هذا المسجد مسجد الفتح بالمعادي، وفضيلة الشيخ علاء مجدي أيضا المفتش بإدارة أوقاف المعادي. يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من رواد مسجد الفتح بالمعادي، جاءوا ليستمعوا إلى كتاب الله عز وجل، جاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم من العلماء الأفاضل، جاءوا ليستمعوا إلى الدعاء وإلى الابتهال. تحية إجلال وتعظيم أكررها دائما إلى القائمين على هذا العمل في وزارة الأوقاف، فهذا العمل ينشر الفكر الوسطي المستنير، ينشر الثقافة بين أفراد المجتمع، ينشر العلم، وكل ذلك يؤدي إلى الحب وإلى السلام وإلى الوئام وإلى الترابط وإلى الاصطفاف. فنسأل الله تعالى أن يحفظ مساجدنا وأن يجعلها عامرة، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، دوما نبدأ اللقاء بأطيب الذكر وبأحلى الكلم بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ صبري متولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا إنهم من الصالحين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل
ويدعوننا رغبا
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وأبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ صبري متولي، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الطيب المبارك الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، ضمن الأسابيع الثقافية التي نظمتها وتنظمها وزارة الأوقاف. وها نحن في اليوم الأول من هذا الأسبوع الثقافي الدعوي الذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد الفتح بالمعادي بمدينة القاهرة. ويستمر اللقاء إلى نهاية هذا الأسبوع في هذا المسجد العامر، مسجد الفتح بالمعادي. والحقيقة أرى هذا المسجد الطيب المبارك وقد امتلأ برواده الذين جاءوا ليستمعوا ويستمتعوا بهذا اللقاء الدعوي الثقافي المبارك الذي يدور حول موضوع ما أحوجنا إلى أن نتحلى به، وهو الأمل والتفاؤل. وكان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الأمل ويدعو إلى التفاؤل ويدعو إلى الابتسامة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يتخير الأسماء الحسنة التي تدعو إلى التفاؤل وتدعو إلى الخير، بل كان صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء التي فيها شدة وفيها غلظة إلى أسماء فيها أمل وتفاؤل. هكذا يدعونا ويأمرنا ديننا الحنيف. وسوف نستمتع بكلمات علمائنا الأفاضل في هذا اللقاء الطيب، ونبدأ كلمات العلم مع العالم الجليل وأحد قادة وزارة الأوقاف ومفكريها فضيلة الدكتور
خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فالشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف راعي هذه الأسابيع الدعوية، والشكر موصول للزملاء الذين نظموا واختاروا هذه الموضوعات الهامة لتلك الفعاليات، والشكر موصول للقائمين على هذا المسجد لحسن استقبالهم لنا، والشكر موصول للصديق العزيز الدكتور أحمد القاضي كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، والشكر موصول للصديق العزيز فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشكر موصول لكم جميعا على هذا الحضور. وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. جعل الله لكم جميعا نصيبا من هذا الحديث. لا تسير الحياة إلى بر الأمان، ولا يصل الإنسان إلى مبتغاه الديني والدنيوي بلا أمل وتفاؤل. الأمل والتفاؤل كلاهما من الأخلاق الحميدة والقيم الإسلامية النبيلة التي تكون سببا في العمل والجد والاجتهاد والوصول إلى المبتغى لكل إنسان يسعى إلى كل هدف نبيل يسعد به في دنياه وفي أخراه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبه الفأل الحسن. وفي رواية: ويعجبه الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. وفي رواية قال: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. يعني الكلمة الطيبة التي تدخل السرور على النفس. وهذا من الأشياء التي دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا على فعلها والالتزام بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت تفاؤل، حتى في أضيق الظروف وأحلكها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الأمل في نفوس أصحابه. ومن هذه الأمثلة: حينما طوقه المشركون من كل مكان في غار ثور، كما صور لنا القرآن الكريم هذا المشهد. المشركون فوق الغار، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه.
شوفوا الجمال القرآني، إلا تنصروه فقد نصره من؟ فقد نصره الله. إذن الأمل يقوم على الصبر والرجاء وحسن الظن في الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صبر، كان عنده صبر، كان عنده رجاء وحسن ظن في الله. ايوه كان عنده رجاء وعنده حسن ظن في الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. سيدنا أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. من الذي أعشى أبصار هؤلاء؟ من يقول للشيء كن فيكون. فإذا ما تفاءل الإنسان بصدق وإخلاص وصبر على قضاء الله وقدره واجتهد في مذاكرته في عمله في بحثه في حقله، اجتهد وأخذ بالأسباب وتوكل على رب الأرباب متفائلا، أعطاه الله تعالى ما يريد. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إذا تفاءل الإنسان خيرا أعطاه الله ما أراد. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ انت خايف؟ ان لا تحزن، القرآن قال كده لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه، خلاص هدأ من روعه واذهب عنه الخوف والحزن بتفاؤل النبي واخلاصه وصدقه مع الله. وفي مشهد اخر ينبغي علينا ان نتعلم منه، نحن ما جئنا الى هنا لنقضي الدقائق والساعات هباء، إنما جئنا لنتعلم ولنستفيد، جئنا لنتعلم ولنستفيد وأن نطبق ما استفدناه وتعلمناه واستمعنا إليه في واقعنا الحياتي. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون يحفرون الخندق حول المدينة المنورة، وتكالب المشركون من كل حوب وصوب، جاءوا بجيوشهم الجرارة بهدف واحد هو القضاء على شخص النبي، لأنه في القضاء على النبي قضاء على الدعوة الإسلامية. وشوفوا التصوير القرآني، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا. من الذي أرسل؟ والله حينما يتحدث بالعظمة بناء العظمة، فأرسلنا، الناء هنا فأرسلنا ناء الجمع والعظمة التي تدل على المكنة في الإرسال، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما يعملون بصيرا. إذ جاءوكم، شوف تعبير القرآن، من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، الناس اللي ما عندهمش حسن ظن في الله، أصحاب العقيدة المهزوزة، والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هنا ظهر الإيمان الحقيقي، ظهر أصحاب الصبر واليقين والثقة في الله. الله، مش ربنا سبحانه وتعالى زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لنا ووضح لنا
في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فلا، أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. يبقى إذا ظن الإنسان بالله وفي الله خيرا كتب الله له الخير والنجاة والنصر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ زاغت الأبصار، كان بين النبي وبين بني قريظة اتفاق ومعاهدة، المشركون من الأمام، ونقضت بنو قريظة العهد مع سيدنا رسول الله، المشركون من الأمام وبنو قريظة من الخلف. فظن المنافقون وأصحاب القلوب الضعيفة وأصحاب العقيدة والإيمان المهزوز أنه لا مفر من الموت والقتل، لكن أصحاب الإيمان، أصحاب الإيمان الراسخ، من عندهم حسن ظن في الله. وهكذا ينبغي علينا إذا وقعنا في شدة أو أصبنا بمصيبة، الإنسان المؤمن عليه أن يصبر وأن يدعو الله عز وجل وأن يحسن الظن في الله. يا أخي شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال، إن مع العسر يسرا، إن مع، وكررها إن مع العسر يسرا. هذا هذا حال الإنسان المؤمن الكيس الذكي. في هذا الوقت العصيب كأن الله عز وجل سخر الصخرة التي ظهرت للصحابة لتكون مثالا للأمل والتفاؤل. سيدنا البراء ابن عازب يقول فعرضت لنا صخرة كلما ضربناها بالمعول لم تتأثر، دب فيها بالأزمة لم تتأثر، فعرض الأمر على سيدنا رسول الله. يقول سيدنا البراء فألقى النبي ثوبه كأنه خلع ثيابه وضربها بالمعول فانكسر ثلثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب المملوء بالأمل والتفاؤل وحسن الظن في الله، الله أكبر، فتحت لنا بلاد فارس. انت واخد بالك مركز؟ ده هم أزمة غذائية، جوع، وكل واحد حاطط رابط حجر على بطنه، وسيدنا النبي رابط حجرين، والمشركون من الأمام وبنو قريظة من الخلف، وانتشر الهلع والفتنة. يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربط على قلوب أصحابه ويعلمهم درس في الأمل والتفاؤل وحسن الظن في الله، الله أكبر، فتحت لنا بلاد فارس. لماذا؟ كأنه أراد أن يقول لهم بطريق غير مباشر النصر لنا إن شاء الله. وبعدين الضربة الثانية، الله أكبر، فتحت لنا قصور المدائن بلاد الروم. وبعدين الضربة الثالثة، فتحت لنا بلاد اليمن. يبقى ده درس عايز يقول للصحابة لا تخافوا ولا تحزنوا، سيخرجنا الله عز وجل من هذه المحنة وسيكتب لنا النصر والتوفيق. لذلك نصر الله عز وجل رسوله ومن معه من المسلمين في هذه المعركة بغير حرب ولا قتال، بل وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وأشار إلى بلاد المشركين وقال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نذهب إليهم ولا يأتون إلينا. ليه؟ اجتمعوا عليه بكل طوائفهم وقبائلهم ونصره الله عليهم. فمن سيهزم أو سيأتي لسيدنا رسول الله بعد ذلك؟ لا أحد. الآن نغزوهم ونذهب إليهم ولا يأتون إلينا، صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يعجبه الفأل الحسن، حينما يذهب إلى مريض يقول له لا بأس،
طهور إن شاء الله. يا أخي يعني شوية مرض وربنا سبحانه وتعالى هيخرجك منهم بذنب مغفور ويذهب عنك الأذى إن شاء الله، وتخرج من مرضك هذا بصفحة بيضاء نقية، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك بصبرك على ابتلاء الله لك. واستمعنا فيما تلي على ما سامعنا من آيات بينات إلى قصة نبي الله أيوب وقصة نبي الله زكريا، ونختم بهما إن شاء الله. بلغ المرض من سيدنا أيوب مبلغا لا يوصف ولا يطاق، ظل فترة من الزمن قعيدا، تمكن منه المرض بكل لفظ يدعو إلى المكنة، ومع ذلك ظل صابرا محتسبا لا يتوجه إلا إلى وأيوب. إذ نادى ربه، نادى من؟ إذن إذا ألمت بك مصيبة أو وقعت في شدة أو رجوت تحقيق هدف معين فلا تلتجئ إلا إلى وتذكر حديث النبي القدسي الذي يرويه عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش يا رب المرض كالجسم، يا رب الناس مش بعيد عندي، يا رب الزوج، يا رب الأولاد، يا رب كذا، يا رب. لا، ده عايز يدينا درس في الأدب. حينما تتوجه إلى الله بالدعاء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. من الذي كشف عنه الضر؟ الله. سيدنا زكريا بلغ من الكبر عتيا، وكانت زوجته عاقر، وكان يتمنى الولد، وازدادت رغبته في الولد حينما شاهد المعجزات التي ظهرت للسيدة مريم، لأنه الذي كفلها وقام على رعايتها، وهي التي وهبتها أمها لخدمة بيت الله عز وجل. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ ما هذه الكرامات والمعجزات؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير. هنا تحركت غريزة حب الولد وتمني الولد. هنالك دعا زكريا ربه. ما تقولش بقى ده 80 سنة ولا 100 سنة ولا الزوج عاقر والأطباء قالوا مش هتولد والكلام ده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، وأصلحنا له زوجه التي كانت عقيم، فأصبحت لديها القدرة للحمل والولادة. بس خلي بالك، سيدنا زكريا كما جاء في سورة آل عمران قال: رب هب لي من لدنك. ما قالش ولد وخلاص، ممكن الولد ده يطلع ولد غير صالح والعياذ بالله. من العملية مش تمني الولد، العملية مش تمني الولد. في سورة آل عمران قال ايه؟ رب هب لي من لدنك ذرية. ها، وسيدنا ابراهيم لما تمنى الولد قال: رب هب لي من الصالحين. يبقى تاخد بالك برضه، لما تطلب الشيء تطلب الشيء الكويس الذي تنتفع به في دنياك وفي اخراك، حتى عندما تتمنى الولد. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قلوبهم لا تتوجه إلا إلى من؟ يبقى خلي حياتك كلها أمل وتفاؤل مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع أصحابك. أمل وتفاؤل في عملك،
في مصنعك، خذ بالأسباب واتقن عملك وتوكل على رب الأرباب. إذا ضاقت بك السبل فتفاءل واعلم أن للكون مدبر يفعل ما يريد، أمره بين الكاف والنون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأنت في حقلك، خذ بالأسباب وتوكل على رب الأرباب وتفاءل أن محصولك هيبقى أحسن محصول إن شاء الله. في مصنعك تفاءل أن صنعتك، أن ما تقوم بصناعته سيكون من أفضل الأشياء إن شاء الله، بأخذك بالأسباب وحسن ظنك في الله. وأنت تذاكر وأنت تتاجر، هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم، وحياة الأنبياء كلها أمل كلها تفاؤل، الأمل والتفاؤل يقودان صاحبهما إلى الهدف المبتغى المنشود الذي ينتفع به في دنياه وفي أخراه. أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأدعو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة حقيقة والعطرة، استمعنا واستمتعنا بهذه الكلمة الطيبة التي ألقاها فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والتي حدثنا فيها عن الدعوة إلى الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، وطاف بنا في سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، المليئة بالأمل المليئة بالتفاؤل. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون المؤمن كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كل أمور المؤمن خير. لماذا يا رسول الله؟ لو من الله عليه بنعمة شكر فكان خيرا له، ولو أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بابتلاء صبر فكان خيرا له. ففي كل أمور المؤمن يكون الخير. لذلك أحباب رسول الله، علمنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاءت الأوامر من رافع السماء بلا عمد ألا نيأس أبدا أبدا، نأخذ بالأسباب كما استمعتم من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، نأخذ بالأسباب ونعتصم برب الأسباب. وهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، المؤمن يأخذ بالأسباب ولكن لا يفتن أبدا بالأسباب. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا يفتن بالأسباب، يأخذ بالأسباب. طب إن عزت الأسباب يعتصم برب الأسباب. حرث الأرض وبذر الجذور وأخذ بكل الأسباب، ولكن جاءت آفة لا يد له فيها، عند ذلك يهرع المؤمن إلى رب الأسباب. لذلك يقول المولى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فكن دائما متفائلا، كن دائما ممتلئ بالأمل والتفاؤل. الرزق بيد من؟ بيد الله.
المولى سبحانه وتعالى يطمئننا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بعيد عن الحساب المرتب بتاعي كذا والحوافز كذا والمتميز كذا وكذا، لا بعيد عن هذا الحساب خالص، لك رزق تاني ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم مش بركة، بركات من السماء والأرض. فلماذا اليأس؟ نملأ القلوب بالأمل بالتفاؤل. فضيلة الدكتور طاف بنا كثيرا في سنة الحبيب المصطفى وضرب لنا الأمثلة. سيدنا موسى يخرج بقومه من مصر هذه العامرة بخيراتها، ويتتبعه فرعون بجنوده وبسلاحه وبعتاده، فيقول بنو إسرائيل البحر أمامنا وفرعون من وراء، يا هنغرق في البحر يا نقتل من قبل فرعون ومن قبل جنوده. انظروا إلى الإيمان، المنطق بيقول كده، البحر هو والجنود، ومين اللي بيقود الجنود ده؟ بيقودها فرعون. ولكن انظروا إلى الإيمان، انظروا إلى من قلبه متمسك ومعتصم بالله عز وجل. سيدنا موسى يقول لهم كلا، ازاي كلا ده مش هيحصل، ازاي يا موسى؟ إن معي ربي سيهدين. إنها دعوة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أحسنت وزارة الأوقاف وأحسن القائمون على هذا العمل في اختيار هذا الموضوع، دعوة إلى التفاؤل وإلى الأمل، وألا نيأس أبدا من رحمة الله، وألا نخاف فوات الرزق، لأن الرزق بيد الله عز وجل. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم في رحاب مسجد الفتح بالمعادي بمدينة القاهرة، لننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف، وهذا هو اليوم الأول من هذا الأسبوع الدعوي الثقافي في مسجد الفتح بالمعادي، ويستمر إلى نهاية هذا الأسبوع، كل ذلك برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، أيضا حول الأمل والتفاؤل يحدثنا فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والكاتب والباحث في الشؤون الدينية والإسلامية، فليتفضل. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعابدين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاءنا بالبينات والذكر الحكيم، وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله، إمام المرسلين، وقائد الغر الميامين، وقائد الغر المعجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، فاللهم اجزه يا رب العالمين خير ما جزيت نبيا
عن نبوته ورسولا عن رسالته، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران المزهران المثمران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على مبعوث العناية الإلهية وعلى شمس الهداية الربانية، على خير الخلق عندك وأكرمهم لديك وأحبهم إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدي يا رسول الله، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فاللهم رضه عنا. قولوا أمين، العالم كله بيقول أمين. اللهم رضه عنا، من السامع؟ اللهم رضه عنا وارض عنا برضاه عنا يا رب العالمين، ووضعنا بأخلاقه العظيمة، وحقق أمانينا بزيارته، حقق أمانينا بزيارته، وافتح لنا أبواب رؤيته ونيل شفاعته، وافتح لنا أبواب رؤيته ونيل شفاعته يا أكرم الأكرمين. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويشرفني أن أكون بينكم هنا في هذا الوقت المبارك وفي هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع المبارك الذي تحفه ملائكة الله وتتنزل عليه رحمات الله جل في علاه. في البداية نشكر الله العظيم الأعظم الكريم الأكرم الحكيم الأحكم الرحيم الأرحم الذي هيأ لنا الأسباب وفتح لنا واسع الأبواب وأفاض علينا وأساب لنجتمع هنا في هذا البيت العامر، في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل. واسمحوا لي أيها السادة أن أشكر نيابة عن حضراتكم وعن المصريين، أشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حفظه الله، الذي قاد سفينة وزارة الأوقاف فأصبحت السمة الأساسية لهذه الوزارة هي التطوير والتنوير والتعمير. أسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل من الجميع، سعادتي لا توصف وأنا بين حضراتكم وبين أستاذنا فضيلة الشيخ خالد، فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين، وفضيلة الأخ الكريم الدكتور أحمد حفظه الله وحفظكم الله جميعا. أيها السيدات والسادة، أقول لكم من هنا من هذا البيت الكريم، مصر لن تضيع أبدا، مصر لن تركع أبدا إلا لله، مصر لن تسقط أبدا بإذن الله. مصر هي التي ذكرها الله في قرآنه العظيم، وهي التي استبقاها الله عز وجل
صامدة شامخة سامخة عزيزة أبية عزيزة بعز الله وأبية كريمة قوية بالله جل في علاه، قوية برجالها وشيوخها وأهلها الطيبين، قوية بجيشها وأمنها وأزهارها الشريف، قوية بعلمائها. أيها السيدات والسادة، من هنا من هذا المسجد نطلق الأمل والتفاؤل للعالم كله، من هذا المسجد نطلق الأمل والتفاؤل للعالم كله من هنا من هذا المكان من مدينة المعادي، ونحن على مرمى حجر من مدينة الفسطاط التي استقبلت الصحابة الكرام واستقبلت الإسلام الذي جاء به خير الأنام ومسك الختام سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. مصر أيها السادة محفوظة بالقرآن العظيم ومحفوظة بأولياء الله الصالحين، وبعد أيام تنطلق من مصر الكنانة المسابقة العالمية للقرآن الكريم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وحفظ مصرنا الغالية من كل سوء. أيها السيدات والسادة، أقولها بينة جلية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، إن القرآن الكريم كله نزل من أجل زراعة التفاؤل في النفوس، من أجل بذر بذور الأمل في القلوب، من أجل إحياء القلوب وإنارة الدروب بمنهج الله وبأنوار الله جل في علاه. يقول الحق تبارك وتعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حصل لهم إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ويقول الحق تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولاحظوا أيها السادة استخدام حرف الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيد، تفيد السرعة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف الاستجابة العاجلة التي أشار إليها سيدنا الشيخ: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا سيدنا يونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نضيق عليه
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حصلوا إيه؟ فاستجبنا بالفاء بالترتيب والتعقيب بالسرعة استجابة عاجلة من الله عز وجل، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا بالفاء أيضا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه المعايير؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نجيب حرف الفاء أيضا، ربنا يقول فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله سكينته عليه، وإيه كمان؟ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وما من دابة في الأرض، ركزوا أوي، أي دابة ربنا خلقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اطمئنوا أيها السادة، اطمئنوا على أرزاقكم أيها السادة. السيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها، عشان سيدنا الشيخ كان بيقول أمر الله بين الكاف والنون، بيقولوا لها يا مريم لما شافوا بطنها كبرت، أينبت زرع بدون ماء؟ في زرع بينبت بدون ماء؟ فقالت لهم من الذي خلق الزرع؟ قالوا الله. ومن الذي خلق الماء؟ قالوا لها الله. ومن الذي جعل الزرع يحتاج إلى الماء؟ قالوا الله. قالت لهم إن الذي جعل الزرع يحتاج إلى الماء قادر على أن يجعل الزرع لا يحتاج إلى الماء. وحدوا الله يا أحباب الله. التفاؤل في حياة الإنسان لا يقل أهمية عن الطعام والشراب، فإذا كان الطعام والغذاء وقود الجسم، فإذا كان الطعام والغذاء وقود الجسم فإن الأمل والتفاؤل وقود النفس والقلب والعقل والروح والوجدان. ومن ثم لا يمكن أن نتصور حياة سليمة، حياة سعيدة، ولا تركيزا ولا إتقانا ولا تجديدا ولا إبداعا من دون أمل وعمل ورغبة في الحياة. لقد شاءت إرادة الله أيها السادة ألا تكون الحياة ثابتة جامدة، بل أرادها متغيرة متبدلة متحولة، فيها المفرحات والمنقصات، فيها الخير والشر، فيها الغنى والفقر، فيها الصحة والمرض، فيها العطاء والحرمان، فيها الطاعة والمعصية، فيها القوة والضعف. كما أراد الله أن يكون الابتلاء سنة كونية في هذه الحياة، يأتي للتمحيص والفرز والاختبار ورفع الدرجات وتكفير السيئات، ويأتي أيضا لتصحيح المسار إلى الله عز وجل. والمؤمن أيها السادة يحترم أقدار الله عز وجل، يحترم مراد الله عز وجل، ويحترم أقدار الله في الخلق
وفي الكون وفي الحياة. والمؤمن يعلم أن بعد العسر يسرا وأن بعد الضيق فرجا. وقد نهى الله عز وجل عن اليأس والقنوط مهما كانت الظروف والمصاعب. إن اليأس والقنوط بعيد عن الإسلام، بل إن اليأس أعدى أعداء الإسلام. اليأس أيها السادة لا يتمكن إلا من الضعيف الذي هزمه الشيطان في عراق الحياة وفي حراقها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أشار سيدنا الدكتور خالد لم ييأس أبدا، بل كان دائما التفاؤل والاستبشار بتوفيق الله عز وجل. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الياس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجزعن فإن القاسم الله. إذا بليت فصق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. والتفاؤل أيها السادة سر من الأسرار ونور من الأنوار، يشرح الصدور ويرمم الأرواح المنكسرة، ويبعث الأمل في القلوب وفي الدروب، ويرسم بسمات اليقين على قسمات الوجوه وعلى عروش القلوب وعلى سهول الوجدان. ولقد حفل القرآن الكريم بمئات الآيات التي تزرع الأمل والتفاؤل في قلوب الإنسان والأوطان. وكذلك قاسمت السنة الشريفة القرآن في ذلك. التفاؤل منحة إلهية، منحة ربانية له قيمته العظيمة، بيد أنه تتعاظم أهميته وقيمته ومكانته في معترك الحياة، في ضعفها وفي ضغطها، في ملماتها وتحدياتها، في آلامها وآمالها. ولقد علمنا أهلنا ومربونا قديما، علمونا التفاؤل والنظر إلى المستقبل ببصيرة الأمل. فمن الكلمات التي تعلمناها صغارا ونعيش فيها وتعيش فينا ويجب أن تعيش في كل الناس: الخير قادم، الخير قادم، الخير قادم، والمستقبل يحمل الخير. هذه الكلمات يجب أن تكون حاضرة على الدوام في المناهج التربوية وفي القوالب العلمية والإعلامية وفي المناشط الثقافية والدعوية. هذه الكلمات كفيلة بإقالة النفوس من عصراتها. والتفاؤل من أهم المعينات على انتظام حياة الناس وأشغالهم. أيها السادة، إذا كان القرآن العظيم والسنة الشريفة قد أكد مبكرا على الأهمية البالغة للتفاؤل في الحياة، سواء للفرد أو الأسرة أو المجتمع، فإن العلم الحديث كشف عن الحقائق والأسرار التي أكدها القرآن والسنة عن التفاؤل وأهمية الوقاية من الأمراض. فالتفاؤل كما قالت الدراسات الحديثة ينشط أجهزة المناعة النفسية والجسدية، مما يجعل المرأة على طريق الصحة والسلامة والوقاية والعافية. ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن نزرع الأمل والتفاؤل في النفوس: تفاءلوا بالخير تجدوه. ذلك لأن التوتر الدائم واليأس والقنوط من مدمرات الصحة النفسية والجسدية. استربك أجهزة الجسم وترهقها وتربك إفرازاتها، فتحدث بشكل غير طبيعي، وبناء عليه تغير كيمياء الجسم فتعتل الصحة النفسية، ثم تختل الصحة الجسدية،
والصحة العامة وينكسر القلب ويعيش الإنسان في توتر وإحباط وصراع. ومن هنا يكمن سر الإيمان والسكينة والرضا والأمل والتفاؤل الذي يضبط إيقاع المنظومة الصحية للإنسان النفسية والجسدية والعقلية لتعمل بشكل طبيعي وفق التنظيم الدقيق والإعجاز العظيم الذي أبدعه الله الحكيم. والمتتبع للدراسات العلمية الحديثة أيها السيدات والسادة حول التفاؤل يجد أن التفاؤل له فوائد كثيرة، يرفع نظام المناعة ضد الأمراض، يمنح الإنسان السعادة في بيئته وعمله ومع أصدقائه، ويمنحه قدرة على مواجهة المواقف الصعبة ومرونة في علاقاته الاجتماعية، ويساعده على التأقلم مع المحيطين به، لا سيما وأن الناس يميلون دوما إلى المتفائل وينفرون من المتشائم. التفاؤل مريح جدا لعمل الدماغ، فعندما تجلس وتفكر 10 ساعات وأنت متفائل فإن الطاقة التي يبذلها الدماغ أقل بكثير من أن تجلس وتتشائم لمدة 5 دقائق فقط. وبالجملة حتى لا أطيل على حضراتكم فالموضوع طويل، وبالجملة فإن الدراسات العلمية توصلت إلى أن المتفائلين هم أكثر الناس نجاحا، أكثر الناس نجاحا، المتفائلون أكثر الناس نجاحا، وأكثر الناس إيجابية، وأكثر الناس تعاونا، وأكثر الناس إنجازا، وأكثر الناس حكمة، وأكثر الناس صحة، وأطول الناس أعمارا بإذن الله جل في علاه. أيها السيدات والسادة، لقد أشار النبي العظيم عليه الصلاة والسلام وقال إلى ذلك وقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا أرادنا النبي العظيم، أراد أن يعيش المؤمن في كنف الله متفائلا مؤملا في ربه على الدوام. هناك أشياء كثيرة تعين الإنسان على التفاؤل، منها كثرة ذكر الله تعالى، فذكر الله من أقوى الروابط التي تربط الذاكرة بمولاه. يقول الحق تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. لذلك يجب علينا أن نكثر من ذكر الله بكل جوارحنا. وتأمل معي في قول الحق تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. وإذا ذكرك الله عز وجل، إذا ذكرك الله عز وجل منحك الحكمة، وهي من أعظم عطاءات الله أن تكون حكيما. وإذا ذكرك الله عز وجل أعطاك السكينة فتسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. وإذا ذكرك الله عز وجل أعطاك الرضا، وإذا ذكرك الله منحك الأمن وفهمك الحق والحقيقة ومنحك التأييد والنصر المبين. ولا تحسبن أيها المستمع الكريم أن الوقت الذي تقضيه في الذكر ضائع، كلا كلا، بل هو باعث الأمل والعمل في النفوس الهامدة، وجابر الخواطر المنكسرة، وناثر بذور السكينة في الصدور، ومحرك ينابيع الحكمة في العقول والقلوب. ويا له من خير عميم. لابد من السياحة الدائمة في كتاب الله المنظور، والسباحة المستمرة في أعماق بحار كتابه المسطور، واستلهام سيرة النبي العظيم وقراءة سير الصالحين، والبعد عن الشخصيات المنفرة ومجالسة الصالحين، وإسكان كلمات التفاؤل والأمل والبهجة في العقول والنفوس. وأختم إلى حضراتكم
بهذه الأبيات الجليلة: لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك، وإذا نابك كرب فاصطبر، وادع مولاك وجفف أدمعك. ما لنا إلا إله واحد، فاسأل الكون وكل من أبدعك، واسأل الحمل جنينا في الحشا، من رعاك الآن من ذا أشبعك، واسأل البدر مضيئا في الدجى، باعثا أنواره ما أروعك، واسأل الشطآن عن أمواجها، واسأل البحر أتدري منبعك، واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك من أطلعك، واسأل رسول الله قل يا مصطفى، يا شفيع الخلق من قد شفعك، إنه ربي إله واحد، كن مع الله يكن ربي معك. أيها السادة، إني داع فأمنوا. اللهم احفظ مصر شرقها وغربها، اللهم احفظ مصر شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، طولها وعرضها وعمقها، بحارها وسماءها، بحارها وسماءها ونيلها، ووفق يا ربنا قيادتها وجيشها وأمنها، واحفظ شعبها وبلاد المحبين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة العطرة من فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والكاتب والباحث في الشؤون الدينية، والتي حدثنا فيها عن التفاؤل والأمل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. وما زلنا وإياكم أيها الأحبة ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك من هنا، من رحاب مسجد الفتح بالمعادي بمدينة القاهرة، وذلك ضمن الأسابيع الثقافية الدعوية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وهذا هو اليوم الأول لهذا الأسبوع الدعوي في مسجد الفتح بالمعادي، والذي يستمر إن شاء الله تعالى إلى نهاية هذا الأسبوع. أيها الأحبة، نصل الآن إلى مسك الختام، إلى الدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ محمود عوض الله. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا يا وإلى علاه درات
بكاء عيشك في رزق
سقيما وهي أيضا صنوما عيشها في رزق من وهي أيضا صنوما الصانع الله الرازق الله الله هو الله ربي إلهي دموع العين جارية ربي إلهي دموع العين جارية والقلب شاكن علي سال دمعي إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي باكٍ وليل طويل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل الله 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 على نور رسول الله الله على نور رسول الله 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 على نور رسول الله سيدنا النبي حنين سهل كده ولين سيدنا النبي حنين سهل كده ولين بين يا زين بين بين يا زين بين حسن رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله
وختاما يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله. أنت فينا، أنت فينا، أنت فينا، لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا. أنت فينا، أنت فينا، أنت فينا، لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا. ردد: أنت فينا، فينا، أنت فينا، لا نعذب حبيبي وأنت فينا. الله. روضة الهادي نبينا، تفرح القلب الحزين. روضة الهادي نبينا، تفرح القلب الحزين. أبشروا يا زائرين بالشفاعة من نبينا. صلى الله على صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا روضة يلي فيك تجلي، يا روضة يلي فيك تجلي، من العلالي نازل تملي على ضيوف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، علمتنا التفاؤل وعلمتنا حسن الظن بالله عز وجل. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات، قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ محمود أعوض الله. وقد كانت خير ختام لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بالمعادي بمدينة القاهرة. أيها الأحبة، كان معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ صبري متولي، ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ محمود عوض الله، ومن السادة العلماء الأجلاء الأفاضل كان معنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وقد حضر هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور ياسر معروف خليل مدير أوقاف المعادي، وفضيلة الدكتور محمد السيد حسين المفتش بأوقاف المعادي، وفضيلة الشيخ علاء مجدي صقر أيضا المفتش بأوقاف المعادي، وفضيلة الدكتور عبد الرحمن رضا علي إمام وخطيب مسجد الفتح بالمعادي.
حضر هذا اللقاء جمع غفير من رواد هذا المسجد العامر. أيها الأحبة، غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء، فحتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.